بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة التراويح إلى قول الله عز وجل في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. قول ووصينا الإنسان بوالديه، الوصية هي العهد بأمر هام، أي عهدنا إليه، والمراد بذلك جنس الإنسان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، يعني في بطنها، وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف وثقلا على ثقل. وهذا الضعف كلما طال الزمن بهذا الحمل ازداد الضعف، فإن المرأة الحامل كلما تجاوز الحمل شهرا بعد شهر فإنها تشعر بزيادة الضعف وزيادة الوهن. قال: وفصاله في عامين. فصاله أي فصله عن أمه من الرضاعة في عامين، كما قال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. أن اشكر لي أي اشكر الله عز وجل، والشكر هو القيام بطاعة المنعم. والشكر يكون كما تقدم لنا مرارا، يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أن اشكر لي أي أشكر الله عز وجل بقلبك، واشكره بلسانك، واشكره بجوارحك، وذلك بأن تستعمل نعمه في طاعته وفي عبادته. ولوالديك أي اشكر لوالديك لما قام به من الرعاية والعناية، فإن حق الوالدين عظيم. ولهذا جعل الله عز وجل حقهما بعد حقه عز وجل، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي إلى الله عز وجل المصير، أي المرجع والمآب. ثم قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. إن جاهداك أي بذل جهدهما وطاقتهما أحدهما أو كلاهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس لك به علم، هذا بيان للواقع، فهو قيد أغلبي لا مفهوم له، لأنه لا يمكن أن يشرك الإنسان بالله عز وجل ما له به علم وما له به برهان. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا تنقاد إلى ما يأمرانك به. وتأمل هنا في الآية الكريمة، لم يقل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما، وإنما قال: فلا تطعهما. فالوالدان إذا بذل جهدهما وطاقتهما في أن يشرك ابنهما بالله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يعقهما، بل لا يطيعهما في هذا الأمر. ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي عليك بصحبتهما في الدنيا معروفا، أي بما جرى به العرف. فصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، أي إلزم طريق وسبيل من أناب إلى الله عز وجل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالمرجع والجزاء والحساب إلى الله عز وجل.
فهذه الآية تدل على وجوب بر الوالدين وأن يقوم الابن ببرهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، بل حتى لو أمراه بالشرك والكفر بالله تعالى فإنه لا يجوز له أن يعقهما وأن يقطعهما، بل عليه أن يحسن إليهما قدر المستطاع. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت، يعني من مكة، وهي راغبة، وكانت أمها مشركة. قالت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: نعم، صلي أمك. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية الكريمة أيضا أن المرجع فيما يكون برا للوالدين وإحسانا إليهما هو ما جرى به العرف. ولهذا قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا يدل على اعتبار العرف والعمل بالعرف. ولكن متى يكون العرف معتبرا ومتى يرجع إلى العرف؟ الجواب: يرجع إلى العرف إذا لم يكن هناك تحديد من الشرع، فكل أمر أمر الشارع به ولم يقيده أو يحدده بأمر فإنه يرجع فيه إلى العرف. والرجوع إلى العرف بالنسبة للشرع على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف بل أبطله، وذلك كالإرث، فإن الله عز وجل تكفل بقسم الأموال بين عباده، فلا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. وبين سبحانه وتعالى أن هذه القسمة أنها صادرة عن علم وحكمة، وأن إعطاء كل ذي حق حقه فريضة، كما قال عز وجل: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فلو تعارف الناس أو بعض القبائل أو البلدان على حرمان الأنثى من الإرث فإن هذا العرف عرف باطل لا يجوز العمل به. القسم الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، كالعشرة بين الزوجين والنفقة التي تكون للزوجة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وأن يبذل الحق الذي عليه، وألا يمطل الآخر حقه. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه فلم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، كالحرز. الحرز وهو ما تحفظ فيه الأموال، هذا لم يرد تحديد له في الشرع، ولم أيضا يرد الشارع الأمر فيه إلى العرف بل سكت عنه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الأموال يختلف من حيث الأموال، فليس حفظ النقود والدراهم والذهب والفضة كحرز الثياب والكتب والمتاع وغير ذلك. إذن في هذه الآية الكريمة دليل على الرجوع إلى العرف فيما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف.
وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على بيان عظم حق الوالدين وأن حقهما عظيم، ولا سيما الأم. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. عقوق الأمهات أي قطع ما يجب لهن من الصلة. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات، ولم يقل إن الله حرم عليكم عقوق الوالدين، بل قال عقوق الأمهات لأسباب. أولاً أن العادة جرت أن الناس يكبرون آباءهم ويستضعفون أمهاتهم، وثانياً أن حق الأم أعظم من حق الأب، وثالثاً أن الأم في الغالب ضعيفة لا تستطيع الأخذ بحقها، فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم العقوق بالأمهات، فقال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. فالعقوق وإن كان محرماً من جهة الأم والأب، لكن عقوق الأم أعظم، أولاً لأن حق الأم أعظم من حق الأب، كما في الآية الكريمة: حملته أمه وهناً على وهن، وفي الآية الأخرى: حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً. وثانياً أن الأم في الغالب ضعيفة مسكينة لا تستطيع أن تأخذ بحقها، ولأن الأم عندها من الشفقة والحلو والعطف على ولدها ما ليس عند الأب. فهذه الآية الكريمة تدل على وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كانا كافرين، فيجب عليه أن يبرهما وأن يحسن إليهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفا، ولكن إذا أمراه بمعصية فلا يجوز له أن يطيعهما، بل يجب أن يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فيجب على كل مؤمن أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد حتى ولو كان والدا. فإذا قدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام حينئذ ينال محبة الله تعالى، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية الكريمة هي الميزان في دعوى محبة الله. كل أحد يدعي محبة الله، والشأن كل الشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله. لكن ما هي علامة محبة الله عز وجل للعبد؟ هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب نيل محبة الله عز وجل اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أسباب نيل محبة الله تعالى الإكثار من النوافل والتطوعات، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث يدل على
مسألة مهمة في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي إثبات المحبة لله عز وجل. والمحبة لله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمحبة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته على تثبت له على الوجه اللائق به. وليس المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب كما يفسرها به بعضهم فيقول يحبهم ويحبون، أي يثيبهم ويثيبون، وهذا لا يصح. بل المحبة صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، لأنه سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بنفسه من غيره من الخلق. فإذا كان الله تعالى قد أثبتها لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فكيف نؤولها بل نحرفها ونقول إن المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب. ثم اعلم أيضا أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع، فتتعلق محبة الله تعالى بالعمل والعامل والزمان والمكان. محبة الله عز وجل لها أربع متعلقات تتعلق بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. مثال تعلق محبة الله تعالى بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه هنا تعلقت به محبة الله لشخصه وعينه. وتتعلق محبة الله أيضا بالعامل لوصفه، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف نال محبة الله. فالتواب أي كثير الرجوع إلى الله ينال محبة الله، يحبه الله. والمحسن كذلك، والله يحب المحسنين. والمتقي كذلك، والله يحب المتقين. فهنا تعلقت محبة الله بالعامل لوصفه وليس لشخصه وعينه. ثالثا تتعلق محبة الله عز وجل بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض الأزمنة. ففي الصحيح، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهنا تعلقت محبة الله عز وجل بهذا الزمن. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، فعشر ذي الحجة تعلقت محبة الله عز وجل بها، وهي زمان. رابعا تتعلق محبة الله أيضا بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بهذا المكان. إذن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع
تتعلق أولا بالعمل، ثانيا بالعامل إما لشخصه وعينه وإما لوصفه، ثالثا بالزمان، رابعا بالمكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.